في شهر رمضان اللي فات كان هناك عدد كبير من الأعمال الفنية، المسلسلات والفوازير والبرامج اللي قدمتها القنوات الفضائية المختلفة علشان ترضي المشاهد المصري وكمان المشاهد العربي، اللي في شهر رمضان اللي فات بالتأكيد كان قد التفت إلى شاشات التلفزيون المصرية علشان يتابع أهم هذه الأعمال. الأعمال تميزت بقدر كبير جدا من العناية في الإنتاج وفي الإخراج أيضا. شفنا بذخ في الملابس والديكورات، وشفنا أيضا بعض الظواهر اللي الناس علقت عليها، وهو وجود ألفاظ غير مناسبة لهذا الشهر الكريم وغير مناسبة للأسرة المصرية بصفة عامة. معنا النهاردة في الاستوديو في أول أيام عيد الفطر المبارك الناقد السينمائي والفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي. أهلا وسهلا. أهلا. شرفتنا وحضرتك بصحة والسلامة فندم. هل ملاحظاتي على الأعمال الفنية متمشية مع وجهة نظر حضرتك النقدية؟ يعني ولا بنسبة كبيرة بالفعل. بس هو البزخ ما هوش يعني لا يعني محمل إيجابي أو حالة إيجابية، لا، في الدراما أو في الفن عموما لكل مقام المقال، يعني لازم يبقى على قد. يعني أنت لو دخلت بيت ولقيت فيه بزخ في الديكور، ده يحسب ضد المخرج، تحسه مأفور كده، أوفر بروديوس. لازم يبقى الأمور مظبطة. لكن في جزء بتاع الألفاظ او المشاهد، مش بس الفاظ طبعا، هي مالهاش علاقة بالشهر الكريم او يعني شعبان زي شوال زي ذو القعدة. يعني البيت عموما المصري او البيت العربي فيه كلمات كتيرة ومشاهد كتيرة اقتحمته وربما صدمته. القضية لها وجهين الحقيقة. الوجه الاول، يجب ان نعترف ان الشارع او الخطاب في الشارع المصري حدث في تغيير كبير. الاسلوب مش بس في الكلمات، لا، يعني مثلا التحرش مش بس ايام الثوره زي ما بيقول، لا، التحرش كان موجود قبل الثوره حقيقي. يعني انا فاكر كانت دينا تعمل فيلم في وسط البلد، فتقرا كده في الجرايد الكلام ده في 2009 و2008 انه مظاهره من المتحرشين راحوا دار العرض مثلا، ده ما كانش موجود قبل كده يعني. فطيب بقى في تغيير بالحركة وبالكلمة والكلمات. لما النهاردة تخش على الفيسبوك أو في تويتر أو حتى في لغة الصحافة، وأنا بقالي 3 عقود في المهنة بتاعتنا دي من الصحافة، لا، في كلمات ما كانش ممكن تستخدم في الكتابة الصحفية أصبحت مش بس بتستخدم، أصبحت شيء عادي جدا أن تقرأها في مقال أو في عمود أو في تحقيق. طيب يبقى المعادلة بتقول إيه؟ انه بما ان الشارع تغير في اللفظ وفي الحركة، يبقى الدراما لانها صدى للحالة الواقعية ان تتغير ايضا. فانا موافق على ان يكون هناك بعض التغيير موجود، لكن مش موافق على البحتارة ديت. يعني التغير الشارع هو الذي ادى الى تغير مفردات الدراما المصرية، مش الدراما المصرية هي اللي بتسوق في اللفظ والحركة، مش هي اللي سايقة، لكن الشارع هو اللي سايق. بس الخطأ ايه؟ خطأ اللي عملته الدراما ايه؟ ان هي ارادت او صناع الدراما طبعا، كمنتج كمؤلف كمخرج كممثل، ساعات الممثلين هم يعني ايه، هم اللي يزودوا الحكايه دي يعني يتلكك. ده في بعض ممثلات بياخدوا اجورهم الزياده، يعني انت مثلا حفتات جدلا اجر فلانه نص مليون مثلا، فتقول لهم لا ده انا هزود العيار. ايه تزويد العيار؟ العيار ده بيبقى له علاقه يا بالالفاظ يا باللبس. وخد بالك اللفظ السوقي مع يعني حط التعبير ده بين قوسين، لما تقوله امرأة بيبقى له ثمنه أكتر مما يقوله رجل. ده في يعني الصدمة أو الدهشة، يعني في فصال من النجوم إن هو ممكن يقدموا محتوى معين علشان سعره يزيد وهتبقى مقبولة منه. وأنت تقوله مثلا كلمة، آسف يعني بقول كلمة كده على الصبح، الناس كلمة وسخ أنت سمعتها كتير، عشان أنا بقولها ممكن تبقى الكاتب قال مرة، لكن ممكن الممثلة عشان يعني تضمن صدمة للمشاهد فتخليها 5-6 من هذا من النوعيات دي وتعدي عادي يا استاذ طارق. يعني ما واضح انها عدت بين انت شفتها او مثلا يبقى اللبس، تلاقي مثلا حد واحده لابسه، يعني انا عمري ما احكم على عمل فني بمنظور اخلاقي، وضد وانا رافض تماما انك مثلا تقول ده رقص شرعي وده غير شرعي. تمام، راقصه هترقص، انما تقول لي بدله شرعيه ده كلام.
انما لا يجوز كمان انك انت تتعمد العري في مشهد بطبعه ما بقاش فيه عري. ايه اللي يخلي واحده الصبح كده تبقى لابسه او مش لابسه خالص عريانه؟ يعني تلاقي في تعمد، في هنا الخطا مش اخلاقي. الناس قد تراه خطا اخلاقيا، لا، الخطا هنا خطا فني بالاساس، خطا درامي بالاساس. ليه يا فن؟ لانه لازم لكل مقام المقال في الفن كده، يعني لازم يبقى اللبس على قد الحاله. ممكن تشوف مشهد فيه عري له منطقه الدرامي، لازم اؤيده، حتى لو بعض الناس اعترضت وقالوا كيف وزي يخش البيت، اقول لهم لا، في منطق، في حتميه، يعني عندك موجه حره، في مشاهد وفي الفاظ خشنه بس كان لها منطق في موجه حره، وكانوا من الذكاء انهم كتبوا قالوا فوق 18 سنه عشان بس الناس ما تتوهش مننا. ان تكون هناك الفاظ خارجه او خادشه بنسبه او نسميها خشنه كويس، حلو تعبير خشنه، لان يعني تكون هناك الفاظ خشنه في العمل الدرامي على الاذن او على المشاعر، ممكن ان كلها منطق. لكن المشكله ان اللي تم بقى في الحقيقه ليس استخدام مثل هذه الالفاظ اللي بتعبر عن التغير في الشارع، لا، الاسراف في استخدامها من اجل جذب جمهور يجري قوي لما الاقي في مزاج الخير مثلا او في حكايه حياه سيل منهمر من النوع ده. طب ليه ما عندناش نظام، يعني احنا بنشوف في الافلام الامريكيه والدراما الغربيه عندنا نظام تقييم اللي هو الريتنج سيستم، بيقول ان هذا العمل يحتوي على الفاظ معينه ويناسب السن الفلاني، او على الاقل بيقول لك انه يحتوي على الفاظ ومشاهد، فلو انت من الناس اللي ما بتحبش تسمع الفاظ خشنه مش هتسمع او هتتفرج على هذا العمل. ليه احنا ما عندناش هذا النظام التقييمي؟ لا، الحقيقة ده حصل السنة دي، زي ما ضربت مثل بموجة حرة، وكان في القاصرات كان ساعات بينزل تنويه على الشاشة انه بيتضمن مشاهد قد تؤذي البعض. لا، ده بلاك، ده حصل تقدم في المعنى المهم في الحكاية دي، ان انت خليت المشاهد صاحب القرار. خد بالك، طول عمرنا عايشين الدولة صاحبة القرار، خد في الاشياء البسيطة، منها فيلم او مسلسل او غنوة تقول لك صرحت بيه او ما صرحش بيه، لا، اصبحت انت كمشاهد، وده نضج بقى، انا قلت لك ان ده فوق 18 وانت حر. واخد بالك، فوق 18 مش معناها انه كل من هو فوق 18 بيشوف هذا العمل، لا، معناها رساله تحذيريه. اذا انت فوق 18 ولكن بطبعك، بطبيعه تكوينك الشخصي، لا تتقبل وجود مشاهد او الفاظ من هذا القبيل مثلا، وخد بالك، لان المشاهده التلفزيونيه بطبعها مشاهده اسريه، طب بمعنى انه العيله بتحب تتفرج مع بعضها، ففي واحد فوق ال 18 وواحد فوق ال 40 وفي واحد كمان عنده 15، فبالتالي ممكن يبقى في رفض من الاسره كلها لهذا العمل، وهنا القيت الكره في ملعب الاسره، انت الذي تختار. بس دي مبادرات تعتبر مبادرات فردية، يعني عدد من المحطات الفضائية أو عدد من الصانعين الفنيين هم اللي بيحطوا دي، ولكن احنا بنشوف بره هناك توحيد، يعني كل الأعمال الفنية عليها ريتنج سيستم أو نظام تقييمي معين. احنا هنا هل عندنا كل الأعمال الفنية يجب ان هي تتحدد ده فوق 18 ولا تحت 18، ولا هي مبادرات فنية من الصناع ومن المحطات؟ لا، معلوماتي، وده شيء جميل ايجابي، ان كانت مبادره من الكاتبه نفسها او من صناع العمل، من مريم نعوم ومن محمد ياسين المخرج. مريم هي اللي كاتبه السيناريو، انه عشان ما نخنش القضيه، انا بتكلم على موجه حره اللي هم بيتناولوها، فوجدوا انه ان يستحسن ان هم يعملوا ده. يعني ايه تخون القضيه؟ يعني القضيه بطبعها انت في بيت دعاره، يعني موجه حره في بيت دعاره. طب بيت الدعاره ده هشوف فيه فضيله؟ لا، هشوف فيه كل الموبقات. طبعا مش معناها تصريح بانك تشوف عمل داعر او لا، بس دخلت بالدعاره، ففي بعض كلمات ينبغي ان تقدم مبرره دراميا، زي ما حضرتك قلت، صح، بعض مشاهد ينبغي ان تقدم. فانا شايف ان ده تقدم شديد، بتفدي مساحه للكاتب والمخرج ان يعبر عن نفسه بلا تنازل، وكمان بتقول للمشاهد انا لا اخدعك في كذا، انت حر. البعض ممكن يفسر ده ان هو نوع من انواع الممنوع مرغوب، وعايز اقول لك انتوا عندكم في السي بي سي، ما هو باسم يوسف في برنامجه
كاتب ما معناه الكبار فقط برضو. اه طبعا. طيب بيقول تنويه في بدايه البرنامج ان ده للكبار فقط والناس اللي هتزعل يعني ما تتفرجش. اه تروح تنام انت لسه ما نمتوش ناموا بقى. ده يعني اتعمل اهو عندكم واكيد بتفكير من صناع البرنامج وايضا من اداره المحطه ان ده لصالحهم لصالحهم اللي هو العقد بيتقال في القانون العقد شريعه المتعاقدين. فانا طالما كنت فير في تعاقدي عليك ان تتحمل النتائج. بصفه عامه حضرتك كناقد فني وسينمائي مش شايف ان العبارات اللي زي اكتر من 18 وان هذا العمل يحتوي على مشاهد والفاظ مش شايفها دعايه زياده لهذا العمل ممكن تخلي الممنوع مرغوب؟ بيحصل في السينما كمان بيحصل. بس انت ايه خد بالك في التلفزيون السينما في حد واقف على الباب لو شك فيك هقول لك وريني البطاقه فيعرف ان انت يعني تحت مش هيدخلك. في التلفزيون لا انت اللي بتملك في كل احوال. حتى اذا انت شفت فيها جانب للدعايه ما هو كده او كده ما حدش هيمنعه من انه يشوف ده انت بتحذره. فاذا لم ياخذ بالتحذير تقول له دي منطقه فيها الغام عايز تخش خش بقى كويس. فانت عملت اللي عليك. على ناحيه اخرى كان في نقد سياسي كبير جدا للمجتمع المصري في الاعمال الدراميه، يعني شفنا مرشحين رئاسيين في بعض الاعمال، شفنا نصابين ابتدوا يبقوا خبراء استراتيجيين وترشحوا الاخوان نقد لفتره الاخوان، نقد للدعاة اللي بيستخدموا الدين بطريقه غير صحيحه. هل النقد ده ما ازعجكش كشخص فنان وتنقد الفن وعايز يكون هناك نوع من انواع التجرد في الفن، ولا حسيت ان هو هي رساله اجتماعيه مهمه ان هي تتقدم في الوقت ده؟ لا هو طبعا يعني ما تقدرش تفصل اللي عاشته مصر في الفتره من اول ثوره 25 يناير لغايه الان عن خيال كتاب الدراما. ما تقدرش تفصل لانها مراحل عملت انقلابات على ارض الواقع وايضا داخل الشعب. اصبح هناك كان مبارك 30 سنه بيحكم بعد كده يسقط مبارك وبعد شويه بيحكمك المجلس الاعلى للقوات المسلحه وكده يسقط العسكر بعد شويه بيحكمك محمد مرسي ثم يسقط المرشد ويسقط مرسي والنهارده في ظل رئيس مؤقت. طبعا الدراما ما لحقتش تتكلم عن فتره الرئيس المؤقت لكن تاكد ان السنه القادمه هيبقى في دراما عن الرئيس المؤقت. يعني مش هيبقى المخلوع والمعزول ومفيش مؤقت، لا ايضا في مؤقت. المهم اللي عايز اقوله ان التغيرات الانقلابات الرهيبه دي في الشارع اكيد طرحت عند صناع الاعمال الفنيه حاله ينبغي تقدمها لانه في شغف عند المتلقي ان يرى. الفيصل ايه؟ مش انك تكون مباشر قوي وبتسرد ما يجري بدون عمق، لا انه اي حدث مادام راح ناحيه الدراما وعايز بقى تتعمق فيه يقدم بحاله قلق ابداعي. طبعا في اعمال كانت بتجري ورا اللحظه بالافيه، يعني مرسي مثلا يتحول لافيه. ده انا بشوفه لا ان الدراما اعمق من ان يكون رئيس جمهورية افيه. انت خش بالعمق اكتر في التحليل مش مجرد نكتة. لا المجتمع كان عايش في غضب. اغلب كتاب الدراما وصناعها عموما كانوا جزء من الحالة، يعني كانوا بيقدموا اعمال فنية ودي قدمت وتم تصويرها بالمناسبة في حكم الاخوان محيط مرسي وكانت ضد مرسي لان هم كمان كانوا وده كشفت عنه الايام كانوا محطوطين على الجانب الاخر، يعني كانوا مستهدفين. سواء كنت في قناه فضائيه، كنت مذيع، كنت كاتب، لانه الاخوان دايما بيرفضوا الحريه، بيرفضوا المراه، بيرفضوا الفن. فانا رايي ان التلات اشياء دي جعلت ان المبدع وهو على الورق مش بس بيدافع عن قضيه مؤمن بيها، ده بيدافع عن نفسه. شاء ام ابى كان هناك في حاله مشروعه من الدفاع عن النفس بس تبين المستوى. بس التدخل الاعمال السياسيه في الدراما الرمضانيه كان في، انا كنت بشوف ان في بعض المسلسلات كانت مباشره قوي. كانت مشاهد المظاهرات موجوده علشان تاكد ثوريه احد الابطال ولكن المشاهد ما كانتش معبره عن اللي بيحصل في الشارع. ده صح. امتى يقدر صانع الدراما ان هو يقف ويقدم السياسة من خلال حياة الابطال اللي موجودين في المسلسل، وامتى يتقلب المسلسل ذات نفسه الى مظاهرة سياسية مستمرة ل 30 حلقة في شهر رمضان؟ ده الحقيقة سؤال مهم جدا.
لانه البعض بيتعامل مع الدراما زي نداء المظاهره. المظاهره بتقول ايه؟ يموت فلان، يسقط علان، حاجات كده، نموت نموت وتحيا مصر. قد تتقبل، مش قد، اكيد في المظاهره اي كلام، اي شعار بتلاقي الناس بتقوله باحساس، لكن لما ينتقل هذا الشعار للدراما لا، يجب ان يقنن دراميا. يعني زي الشعر، ايه اللي بيدي جمال للشعر؟ مش انه بياخد هتاف. الشعر الهتافي بيموت، اي شاعر بيقول هتاف بيموت، لكن الشعر العميق، يعني مثلا لما يقول ابو القاسم الشابي: ذا الشعب يوما اراد الحياه فلابد ان يستجيب القدر. هنا صوره شعر، ده اللي خلاها مستمر. الكلام ده تلاتينات، يعني بيت الشعر ده قاله الشاب في التلاتينيات. شوف من قد ايه يمر زمن ويظل بيت الشعر ده بيحرك المتظاهرين في تونس، لان هو تونسي، ويحركهم في مصر، ويحركهم في سوريا وفي ليبيا ببيت شعر، لانه كان يملك عمق. ففعلا في اعمال حبت تلعب على الموجه، وبعضهم ممكن يبقى عايز يعني ايه يبرئ ساحته، لان احنا عارفين ملوش علاقه بالثوره، وربما كان كاره الثوره، لكن عايز يقدم رساله للناس: انا كنت ثورجي. لا، ما احنا عارفين انت عمرك، انت كنت دايما مع التوريث ودايما مع مبارك، ايه فجاه هتبقى ثوري ازاي يعني؟ القفز على الثوره من خلال الاعمال الفنيه. في طبعا في وتبرئه ساحات البعض، وبعضهم حتى في الحكم الاخواني كان جزء بشكل او باخر كان بيحاول يلطف، بس بعد كده مع السقوط هيبتدي يروح على الجانب الاخر وهكذا. طيب احنا شفنا زي ما قلت لحضرتك كده مظاهرات، كان في مظاهرات مش مظاهرات واقعيه بتصور بالكاميرا المجاميع في الشارع، ولكن نبره كلام مباشره جدا الى المشاهد، يعني ما تحسهاش موظفه بالشكل الدرامي. بالنسبه للمشاهد بيتعامل مع المسلسلات او الاعمال الفنيه اللي بهذا الشكل ازاي؟ بيتقبلها ازاي؟ في مرحلتين للتقبل بالمناسبه. مرحله اولى عند كل الناس، ممكن ما يبقاش قادر يفند اللي انا بقوله ده، لكن بيحصل لنا كلنا مهما كان حتى يعني مستواك الثقافي. المرحله الاولى ان ممكن فكريا اذا توافق اللي بيتقال على الشاشه مع قناعاتك تبقى معجب بيه. دي رقم واحد. رقم اتنين، كيف قدمت الرساله؟ اذا انت قدمت المشهد بتاع المظاهره ده بشكل فج كده، وحاله في الاداء وفي التعبير متواضعه، في المرحله الثانيه هرفضها. يعني في المرحله الاولى انت قلت اللي انا عايز اقوله، فانا هحبك. المرحله الثانيه هبتدي اشوف قدمتها ازاي، فليك قدمتها بسذاجه، هبتدي بقى هنساها مش تبعي. ففي مرحلتين. فالاعمال اللي هي كانت بشكل مباشر قوي كان ممكن يبقى في تعاطف لحظي معاها، وبعد كده الموضوع انتهى. وعشان كده مش هتابع. برافو عليك. وعشان كده لازم الناس تلاحظ ان ممكن في اعمال فنيه عموما، غنوه، مسرحيه، فيلم، مسلسل، في المطلق بتلاقي في اعمال بتنجح نجاح رهيب في اللحظه، بعد كده ما توحشكش، يعني باش نفسك تشوفها. ليه؟ لان هي زي ما انا اسف التعبير زي ورق الكلينكس، خلاص في اللحظه انت محتاجه، استخدمته، انتهى بعد شويه. طيب بالنسبه للمسلسلات ايه اكتر، يعني لو رحنا بقى الى التخصيص والتحديد من وجهه نظر حضرتك، ايه اكتر مسلسلات اللي عجبتك، ومين اهم الابطال في شهر رمضان؟ انا بطاير يعني من السعاده بمسلسل ذات. كل الناس تقريبا. يعني هو انت عارف قيمه ذات ايه؟ انه المجموعه دي اللي هي قادتهم كامله ابو ذكر المخرجه، مريم نعوم، ومثلا عندك تامر كروان، مريم الكاتبة السيناريو، تامر عمل موسيقى، ونانسي مديرة التصوير، وغيرهم، مؤسف في اسماء، ومهندس الديكور، المجموعة دي كلها قرروا ان هم يقدموا للناس عن قصة صنع الله ابراهيم قفزة على مستوى التناول دراميا واخراجيا. الحقيقة في الشكل الدرامي، فانه بتفصيله اجتماعيه كان الرهان اللي عاملاه كامله، يعني كامله اخرجت الحلقه 17، بعد كده خيري كمل، لكن عشان دي قضيه شائكه ممكن نبقى نتكلم فيها بعدين، لكن يظل بالنسبه لي علميا وتقنيا هو مسلسل كامله. التفصيله اجتماعيه بتمر مرور الكرام، ازاي تتحول، او غنوه
ازاي تتحول هذه التفصيله الى بتحكي عنا كلنا، عننا كلنا خلال 60 سنه، لان المسلسل ممتد لغايه 25 يناير هو في الروايه لغايه التسعينات، لكن مكملين، هم مكملين كويس. ازاي التفصيله الاجتماعيه تشوف فيها نفسك، يعني حتى لو انت ما عشتش، يعني انا عشت مثلا موضوع الفيديو، انا فاكره كويس، عشت كويس، كان يبقى عندك فيديو دي انك عملت اخترعت طلعت القمر طبعا كويس في العيله المصريه، وكان قد كده، فلما راحوا نشنوا عليه وعملوا له تفاصيله في العلاقه داخل الاسره، العلاقه الاجتماعيه بالمتغيرات التي تبدو بسيطه جدا وممكن وعبيطه جدا، لكن وممكن تعدي، ازاي ياخد من الشيء العادي يحوله الى علامه في الحياه ونفهمها كلها، نفهم المجتمع من خلال هذه العلامه. الذات عليه نقد ايجابي للغايه من جانب ما ممكن ان احنا نوصفهم بان هم الصفوه والنخبه. هل هو مسلسل للنخبه ولا في برضو عناصر شعبيه موجوده في لا المسلسل؟ مش برضو، ده كانت برضو تهين المسلسل، هذا المسلسل ذات اذا لم يصل للناس يبقى الخطا عند صناعه. انا بتصور بتصور انه وصل للناس وبقوه، لانه كانوا شايفين يعني الشاشه، وانا كتبت الكلام ده يمكن في الحلقه السادسه او حاجه لما تعرض، انت لم تكن ترى شاشه، انت بتشوف حياه، ويتضاءل جنب الحياه الحياه، بمعنى انه ما يجري في الحياه اصبح صوره، الواقع هو اللي قدمته كامله. لا، الناس شافت نفسها، ولو لم تكن الناس شافت نفسها في ذات، لان انت بتراهن على ايه؟ ذات ما فيهوش نجوم، مع كل حب لنيلي، نيلي عامله دور عمرها ودور لا ينسى وباسم، لكن هناك نجوم اكبر موجودين في مسلسلات اخرى. الناس ليه راحت لذات؟ مش عشان انت مراهن على نجوم كبار، لا، انت مراهن اساسا على حاله ابداعيه خاصه. اذا لم يرى الناس انفسهم في ذات ما كانوش شافوه، ويبقى في خطا. لا، انا رايي وامل ان انا بكون بعبر صح عن احساس الناس، انه ذات لا مسلسل جماهيري. طيب لو وسعنا الدايره شويه وخدنا مسلسلات اخرى وابطال، آه مش هنظلم حد، لا لكن عايزين ندي للناس زي ما نقول كده الروشته. في ناس كتيره فاتتهم مسلسلات مهمه جدا في رمضان بسبب العدد الكبير من المسلسلات، فهيبتدوا يعوضوا في الفتره الجايه، والقنوات هتبتدي تشتري كمان مسلسلات فاتتها في الفتره الجايه. ياخدوا ايه؟ هقول لك انا، موجه حره ده مسلسل مهم جدا لمحمد ياسين، وبرده بالصدفه هو عن قصه لاسامه انور عكاشه واللي عامله سيناريو الحوار من خلال ورشه مريم. انا رايي انه ده مسلسل مهم جدا. موجه حر على مستوى الكتابه ومستوى الاخراج والحاله الابداعيه الخاصه لعناصر كثيره، حتى على مستوى الاداء التمثيلي عندك في توهج. ده يا اخي شوف رانيا يوسف عامله شغل هايل قد ايه، شوف عايده عبد العزيز الفنانه العملاقه دي، هي اظن في حلقه 15 او 16 كانت ودعت الحياه، لكن لم تودع الشاشه من فرط الوهج. عندك هنا شيحه، سيد رجب، لا في اياد نصار، اياد عامل شغل هايل في لا مسلسل على مستوى الصوره وعلى مستوى اداء الممثلين والاختيار، ولا في محمد ياسين الحقيقه كان عمل الجماعه كان مكسر الدنيا من حوالي 2010، يعني حوالي 3 سنين، لا عامل قفزه كمان محمد ياسين هنا. طب انا هصعب على حضرتك الاختيار اكتر. لا بس في كمان حاجات تانية عشان نسأل. ماشي، بس عايز اصعب الاختيار على حضرتك واسالك في خلال شهر رمضان ده كله، هل عندك افضل ممثل وافضل ممثله؟ عندي. اتفضل. بس عايز اقول بسرعه بدون ذكر اسماء، نيران صديقه، فرعون، واسيا، المسلسلات اللي هي الناس تشوفها. في مسلسلات من اللي حضرتك ذكرتهم دول اتظلمت تماما وما خدتش حظها في التداول ما بين الناس وما بين بعضها. ده صح. انت عارف في حكايه الحصري وفي حته واحده وبتاع، كان زمان ده يعتبر قوه جذب، دلوقتي المشاهد عشان الريموت شغاله الله ينور، فالناس تك تك، المسلسل اذا لم يفرض نفسه عليك ممكن بتحتاج احيانا لالحاح، فالعروض الحصريه ربما يعني ايه خدت من نجاح بعض اعمال، والعروض بقى الممتدة على كل القنوات ربما تكون ساهمت في زيوع عمل فني أقل شوية. أفضل ممثل وممثلة؟ أفضل أوسكار رمضان من حضرتك؟ أوسكار رمضان بالنسبة لي نيلي كريم رقم واحد، أفضل ممثلة. أفضل ممثلة في زي ما قلنا في ده قرار قاطع؟ يعني حتى ما كانش في شك كده وحضرتك بتفكر طول شهر رمضان؟
لا اكيد كنت بفكر وبشوف في ابداعات خاصه واسماء انا قلت عليها، وفي مثلا منى تحررت وعامله شغل جميل، تحررت حتى من الشكل النمطي بتاعها، لكن هبكلم على منى زكي. ورانيا عامله شغل هايل في 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 طبعا حالات، لكن نيلي واصله للقمه. فنيلي كريم هي رقم واحد. عندك اياد نصار واياد في موجه حره، وباسم سمره في باسم عمل ثلاث مسلسلات مثلا كويس، لكن باسم في ذات عبد المجيد اوف كورس، وفي الفتره بقى الكام حلقه الاخاره لما كبر مهزوم بحكم السن، مهزوم بحكم الفقر، مهزوم بحكم ان هو المجتمع نفسه هزمه، هو بالطبقه المتوسطه، ازاي كل التفاصيل دي عبر عنها باسم بابداع. باسم كمان مع اياد يتقاسم الجائزه. طيب انا هختم بهذه الجوائز وترشيحات حضرتك للمسلسلات اللي ممكن الناس تتابعها في الفتره الجايه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ طارق الشناوي الناقد السينمائي والفني الكبير على تشريفك لينا، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وكل المصريين والعرب طيبين. كل سنة وحضراتكم طيبين. دي الجولة الإخبارية في أول أيام العيد. أنا اتشرفت أن أنا كنت معكم، كنت معكم علي البهنساوي، ونترككم في أمان الله.